كم سائح يدخل؟ ولا واحد. سواحنا فقط منهم من إيران، مثلا لما زيارة الشيعة والأربعينية وكربلاء. ليش؟ لأنه يخافون. فأم سوري، حتى مصر راح تستمر هذه، إذا استمرت لا سامح الله هذه الانفجارات، بعدين ولا أجنبي واحد يدخل البلد مالتكم. أوكي، المصر ما هو كده كده شيء ما شيء يعني يؤسف له. بس يعني بس أجين، المسألة هي يم القيادة والحكومة. إذا هم حكماء مفروض يسيطروا على هذا التوجه الإسلامي اللي السلفي والإرهاب اللي راح يتغلغل بيناتهم. صحيح. نعم. أتسبونا، عايزين نتكلم عن أسباب الأزمة. يعني طبعا احنا عارفين أسباب الأزمة، لكن أحب أسمع برضو من أتسك، هل الأزمة أسباب الأزمة هي يعني هي أزمة ثقافة ولا أزمة خطاب ديني ولا أزمة منهج تعليمي ولا منهج ديني في المساجد وفي الأماكن العامة؟ الأزمة سببها النص اللي في القانون اللي في الدستور، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يعني الإمام الأكبر الدكتور الطيب بيقول بيت العيلة ونقعد ونتكلم. طب هنتكلم في ايه؟ في المشاكل. لا، المشاكل مش هيحلها. لان المنهج الاسلامي الدين عند الله الاسلام، هو الاسلام. هيقعد يتكلم معاك في ايه؟ ما يقدرش. هيكلم انت مسيحي، طب نقعد نتكلم المسيحية بتقول ايه والاسلام بيقول ايه، زي ما هو قايل كده، نشوف المسيحية بتقول ايه والاسلام بيقول ايه ونتكلم مع بعضين. ما يقدرش. الكلام ده كذب، خدعة. واذا يحاول يعني يشلفوه من مكانه، ما يقعدش. فهو متكتف. الحاجة التانية، لما تيجي تتكلم معاه ولو وصلت ان انت هتزنقه في حتة، هيقول لك لا انت كتابك محرف، استناد واهي واستناد يعني ضعيف وفي نفس الوقت كاذب. طب هات لي ما يدل على ان كتابي محرف. لا، يعني ده هو نفس القرآن بيتكلم عن الكتاب المقدس كلام رائع، يعني يجي يقول عليه هدي ونور، الكتاب المنير، الكتاب المستبين، ضياء وذكرا للمتقين، كلام رائع. وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم فاولئك هم الفاسقون. يعني في ايه تاني؟ كل الكلام اللي بيقوله كلام رائع، لكن تطق في دماغ محمد فكرة يروح قالب، يروح عامل آية. أنا عامل في كتاب من كتبي، لو كتاب استحالة التحريف الكتاب المقدس، عامل جدول. الكتاب ده انطبع منه ما يقرب من المليون نسخة. عامل النص الأولاني والنص اللي عكسه في القرآن، النص والنص العكس. جميل، احنا عايزين نقتني هذا الكتاب يا ابو، بحيث تبقى حضرتك وانت بتقرا تقدر تتصرف في اي موقف. جميل. مع الجماعه دول ماشي، مع الجماعه التانيين ماشي، وهكذا. وعندهم نظام التقيه، انك ممكن تكذب بس بشكل ملتوي. ما فيش كذب ابيض وكذب اسود، هو كذب وهكذا. فالمنهج الاسلامي، الخطاب الديني، كل الأمور، الدستور، كل ده مع بعضين. والتعليم يا سيدي، التعليم ده كارثة. احنا كنا بنتكلم عنها في الحلقة اللي فاتت. ده كارثة. اوكي، احنا مش عايزين مدام اتكلمنا فيها قبل كده، مش عايزين نتكلم فيها تاني. الاتصالات برضو كتيرة. اخد اتصال من الأخ سلام. اهلا وسهلا بيك، تفضل. اهلا وسهلا أخ سلام، تفضل. اهلا متأخير. مساء النور، اهلا بيك. سلامي للأستاذ أبونا الموقر. تعيش يا حبيبي. والدكتور باسم والأستاذ عماد. شكرا. وصراحة حلقة قوية جدا. شكرك. وأنا شايف بس المواجهة، هي المواجهة جت من حجم الأعداد الأقباط، لما هو مش عاوزين يظهروه. وأنا متخيل حجم الأقباط زي ما قلت أبونا قبل كده، هو من 22 مليون ل 25 مليون قبطي، غير الطوائف الأخرى من 12 أو أكثر، غير المتنصرين تقريبا من 10 ل 12 مليون متنصر في مصر بس. فدي كانت مواجهه كبيره جدا، وهم عاوزين يكتموا صوت الاقباط باي طريقه.
فاحنا عشان خاطر يبقى لينا كلمه والناس تبدا تسمع لنا حتى في المحاكم اللي هي الجنائيه، لازم يكون لنا قوه وقوه ماديه. يعني زي القنوات دي حاجه كويسه جدا، مجلات زي ما قلت الاستاذ ابونا قبل كده برضه حاجه عظيمه جدا لازم نشتغل فيها مباشره، ولازم يكون فيها عندنا كمان زي محلات خاصه بينا ان شاء الله حتى للاكل الشرقي بتاعنا، يعني حتى نعمل اسم معروف ويبدا يتوزع على مستوى امريكا كلها باسم شرقي، محلات مطاعم او محلات بيع مواد غذائيه بتاعت الشرقيين. لازم من هنا نبدا يبقى لنا كلمه. في حاجه ثانيه برضك مهمه، العمل السياسي، ما عندناش حد متدرب ان هو يبدا يخش في العمل السياسي الامريكي. يعني انت ممكن الشاب ما يجهل كل شيء، فلازم يكون عندنا عمليات التربيه السياسيه دي احنا أمين. يعني بعيد عنها خالص. اشكرك اخ سلام على هذا الاقتراح الكويس، و أتبونا تحب ترد عليه ولا ناخد الاتصال اللي بعديه؟ ولا هو بسرعه التعداد بتاعنا، يعني احنا مش عايزين نغالي فيه ومش هنمشي وراء الكلام اللي بيقوله لنا. يعني انا فاكر لما ايام كارتر، لما قداس البابا تقابل مع كارتر فبيقول له التعداد بتاعكم وصل 2 مليون، فالسادات كان مفهم كارتر ان عددنا 2 مليون. وقتها قلنا ان هو يمكن السادات يقصد الاباء الكهنه والشمامسه والخدام، هم دول ال 2 مليون من غير الشعب. لكن من غير الشعب كلام فارغ يقول ال 2 مليون. احنا عددنا حوالي 25 مليون، وبعدين مش هيقدر حد يناقشنا لان احنا بنعمل عضويه كنسيه، كل خادم لافف على البيوت وعارف الفصل بتاعه فلان سنه دراسته اهله ابوه امه، وعندنا بيان بكل عيله، احصاء كامل. احصاء كامل دي ما عدا الاخرين اللي مش موجودين في الكنيسه. احنا تقريبا عملنا بدقه جديده جدا جدا جدا. فدي حاجه. حتى عدد المتنصرين يا سابونا احنا مش متاكدين برضه، يعني هو الاخ سلام بيقول 12 مليون، يعني احنا يعني مع احترامي الشديد لهذا الرقم لكن مفيش حاجه موثقه، ما نقدرش نقول هو فعلا 12 مليون ولا هو 2 مليون، يعني ما نقدرش نعرف. لا هو يعني اعداد تقريبيه، ويمكن لو الاخ احمد معانا على التليفون يمكن عنده درايه اكتر بالمواضيع دي. اوكي احنا دلوقتي الحقيقه المخرج عمال يقول لي ان الاستاذ مجدي خليل معانا على التليفون. احنا جبنا سيره الاستاذ مجدي في اللقاء الاول مع قدس ابونا والدكتور باسم والاخت نوال، ويبدو ان الاستاذ مجدي خليل له راي فيما سمع في الحلقه الاولى. استاذ مجدي مساء الخير. اهلا، مساء النور. مساء النور على كمان المشاهدين كلهم وعلى الافاضل اللي موجودين في الاستوديو. اهلا بيك. اهلا استاذ مجدي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ مجدي. حضرتك يعني كان في حوار بين قدس ابونا وبين الدكتور باسم واحد المتصلين، وانا حابب يعني اترك الميكروفون لقدس ابونا يناقش معاك هذا الامر واسمع رايك. لا هو انا الحقيقه اتصلت بعد الحلقه اللي فاتت بالاخ مجدي وقلت له على النقاش اللي دار من احد الاخوه اللي اتصلوا، و اتفقنا انه يكون موجود معانا بحيث يبقى ليه دور ويقول لنا فكره ايه. احد الاخوة اتكلم وقال احنا عايزين نوحد كل الناس، والاخ مجدي انسان كويس وانسان رائع وانسان ممتاز، انا شكرته لان انا عارف ان الاخ مجدي خليل انسان رائع فعلا وانسان ممتاز، وكل الكلام اللي قاله نزيد عليه تاني وتاني. ومو بس هذا بالحقيقة، يعني مو لأنه الآن أستاذ مجدي على الهواء معنا، لكن الله يشهد أنه أنا تعرفت عليه يعني مش من فترة طويلة، لكن أنا دا أشوف روح المسيح فيه وروح الخدمة، بحيث تقريبا every other week يترك زوجته وأولاده ويجي متطوع
في الآرامية لأنه فعلا يحب شعبه وده يخدم شعبه. وأنا جدا متفائل من هذه الشخصية المرموقة، وأنا متأكد بأنه الأستاذ مجدي راح يلعب دور كبير مثل زي حضرتك والآخرين الموجودين في أمريكا وكندا، والمستقبل القريب راح يشهد هذا الكلام. أهلا وسهلا بك حبيبي يا أستاذ مجدي. أنا شايف دكتور باسم أن أنا برضو ليا دور هنا. أنا برضو محتاج أشكر الأستاذ مجدي لأن هو ضيف مستدين في برنامج خبر وتعليق، وهو بيعطي ثقل يعني له وزنه في هذا البرنامج، وإحنا بنحييك على الهواء مباشرة أستاذ مجدي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا وأهلا بيكم. وأنا في البداية يعني يعني هقول على رد على أبونا، لأن الإخوة المشاهدين طبعا كتير منهم يعني بيطرح أفكار جميلة، وبس يعني يعني نحب نوضبها بشكل جيد. أول حاجة أنا عاوز أقول بالنسبة للأقليات، أنا يمكن من حضرتك أبونا من سنة 2001 تقريبا عملت محاضرة في لندن وقلت لهم إني لو الدولار واحد عاوز تستثمره كأقلية، أنت على المستوى الفردي إذا كانت أقلية في أي مجتمع عاوزة تستثمر دولار وتحصل على أفضل استثمار للدولار على المستوى الفردي، يعني على مستوى أسرته يعلم أولاده أو يستثمره في البيزنس، ده على المستوى الفردي. يبقى على المستوى الفردي أفضل استثمار للفرد في الدولار التعليم الجيد والبيزنس. بالنسبة للأقلية أنا قلت الكلام ده من 2001، قلت إن أفضل استثمار للأقلية لو عشان تعود على الأقلية ككل، الدولار أكبر عائد على الدولار بالنسبة للأقلية يستثمر في السياسة وفي الإعلام. بمعنى إذا استثمرت دولار في الإعلام فإن العائد على هذا الدولار بالنسبة للأقلية هو أكثر عائد. إذا استثمرت دولار في السياسة فإن العائد على الأقلية بالنسبة للاستثمار في السياسة هو أكبر عائد. وهذا هو خبرة اليهود كمان بالتحديد. على المستوى الشخصي علموا أولادهم في أفضل الجامعات، أنا بشوفه هنا في أمريكا تقريبا مسيطرين على أكبر الجامعات الكبيرة زي ييل وهارفارد وبرينستون، أساتذة وطلاب. يعني لو شفت نسبة عدد الطلاب في بعض السنوات تقريبا كانت تلت هارفارد من اليهود. على مستوى البيزنس أبدعوا في البيزنس، كل أنواع البيزنس أبدع اليهود في كل أنواع البيزنس. ده على مستوى الفردي علموا أولادهم أفضل تعليم واستثمروا أموالهم في البيزنس أفضل استثمار وفي كافة أنواع البيزنس. بالنسبة على المستوى الأقلية اليهودية ككل تركوا الاستثمار، الذين يستثمرون في البيزنس يخرجون عشورهم وفقا للانضباط الناموسي، ويذهب هذا الاستثمار إلى المؤسسات السياسية والمؤسسات الإعلامية. والمؤسسات السياسية هي قاعدة عريضة من المؤسسات السياسية تبدأ بمراكز الأبحاث ولا تنتهي باللوبينج بقى وجماعات الضغط. فبالتالي هم وفي الإعلام تقريبا سيطرة كبيرة جدا. لو شفت أهم البرامج في الفوكس نيوز وفي السي إن إن تجد القائمين عليها يهود، وفي أغلب وسائل إعلام نيويورك تايمز مؤسسينها يهود، الواشنطن بوست مؤسسينها يهود، وول ستريت جورنال مسيطر عليها التيار نيويورك بوست يهود، وهكذا. تلاقي أغلب المؤسسات الإعلامية المحترمة الكبيرة يا إما مؤسسينها يهود يا إما يملكوا فيها جزء يهود يا إما العاملين فيها يهود. وفي مؤسسات وفي مؤسساتهم الإعلامية بيلتزموا بالمعايير المهنية الأقصى درجة، عشان كده بيؤثروا في المجتمع. لما تكون عندك وسيلة إعلام مؤثرة هي وسيلة الإعلام المحترمة الموضوعية الصادقة وفي نفس الوقت المتحيزة، لأن لا يوجد إعلام غير متحيز في العالم. ولكن موضوعية الإعلام وقدرة الإعلام على ضخ الأخبار وعلى الوصول إلى مصادر الأخبار وإلى التعددية وإلى الأفكار وإلى التحليل هي دي اللي بتأثر